السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله معانا منهج كونكت أو التواصل الخاص بكي جي 1 الترم الأول. المنهج الجديد والمنهج ده جميل جدا، بيعلمنا ازاي ننطق الحروف وازاي كمان بنكتبها بشكل صحيح، بيعلمنا حاجات مهمة جدا حوالينا في البيئة بتاعتنا، وكمان بيعلمنا بعض حاجات في الماس. هو منهج جميل جدا وبيعلمنا حاجات كتير. ان شاء الله النهاردة اول حلقة في منهج كونكت ترم الاول، خليكم معايا، وزي ما احنا متعودين مع بعض يكون معانا الكتاب وقلم ويكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا أصحابي ده الكوفر بتاع منهج كونكت ترم 1 ستودنتس بوك. هنا بنكتب اسمنا زي ما احنا شايفين، وبنكتب كمان اسم السكول بتاعتنا، وبنكتب اسم الكلاس بتاعنا او رقمه، وبنكتب كمان تاريخ اليوم اللي احنا بنكتب فيه البيانات دي، ولو عندنا صورة جميلة ممكن نحطها في الفريم ده او في البرواز ده. طبعا ده الكوفر الداخلي للكتاب زي ما احنا شايفين قدامنا، وهنا الكونتنتس او المحتوى الفهرس بتاع الكتاب موجود عندنا في يونت 1 اتس مي. يونت 1 الوحدة الاولى اتس مي انه انا، ويونت 2 ماي بادي او جسمي، ويونت 3 ماي كلاس او الفصل بتاعي، ويونت 4 ماي فاميلي او الاسرة بتاعتي. طبعا هنا في عندنا 4 يونتس او 4 وحدات، وبعد كل يونت بيبقى في حاجة اسمها البلاي تايم. البلاي تايم او وقت اللعب، بنلعب لعبة في اخر اليونت بنشوف فيها احنا استفدنا قد ايه من الدروس اللي خدناها في اليونت دي او في الوحدة دي. وطبعا المنهج نفسه في كي جي 1 هنا اسمه about me او عني. ونروح للصفحة اللي بعد كده، خليكم معي. طبعا هنا يا اصحابي ده السكوب اند سيكونس او التتابع بتاع الدروس، وده بيوضح لنا التتابع بتاع الدروس بتاع كل وحدة. ونروح للصفحة اللي بعد كده ونوصل لأول صفحة في يونت 1 اللي هي اتس مي. يونت 1 اتس مي، وهنا أول حد عندنا في منهج كونكت هو الشخصيات بتاعة منهج كونكت. تعالوا نتعرف عليهم مع بعض، خليكم معايا. طبعا اول شخصية عندنا اسمها بيزي بي، وده شكلها. طبعا هي دي صديقتنا اللي بتعلمنا حاجات كتير او في منهج كونكت، وهتفضل معانا في كل منهج كونكت. عايزكم تعرفوا شكلها كويس، هي نحلة جميلة قوي ونشيطة قوي، هتعلمنا حاجات كتير. تاني شخصية معانا هي دينا، وطبعا ده شكل دينا. هي دي برضو صديقة من اصدقائنا اللي هيبقوا معانا في منهج كونكت السنة دي، ما تنسوش شكلها ابدا. وتالت شخصية معانا هي ادم، وده شكل ادم، ما تنسوش شكله ابدا لانه هيفضل معانا في الترم ده كله والسنة دي كمان. فهنا بيقول لنا it's me انه انا، busy bee بتقول لنا listen and point. listen يعني استمع، and point واشر، اسمع التيتشر بتاعك هيقولك ايه وشاور. فانا هقولكوا طبعا اسماء الشخصيات وانتوا هتشاوروا عليها. اول شخصية هي بيزي بي. فين بيزي بي؟ هنا في الصورة يا اصحابي، شاطرين، هي دي بيزي بي. تاني شخصية هي ادم. فين ادم؟ هنا يا اصحابي، شاطرين، هو ده ادم. تالت شخصية هي دينا، وهي دي دينا. ورابع حاجة بيقول لنا عليها ان ادم ودينا بيقولوا لبعض هلو او اهلا، وعايزين نتعلم مع بعض ازاي نقول هلو. طبعا حرف الاتش يا اصحابي اللي هو بيبدأ بيه كلمة هلو، هو ده حرف الاتش، وكلمة هلو بتبدأ بحرف الاتش زي ما احنا شايفين قدامنا، وحرف الاتش بيتنطق بيبقى طالع من بقنا هوا واحنا بنقول حرف الاتش، فبنقول hello. قولوا معايا كمان مرة
هلو هلو هلو. وبكده احنا عرفنا ازاي ننطق كلمة هلو، وعرفنا ازاي بنقول حرف الاتش بشكل سليم، وده اسمه جزء الفونكس او الصوتيات، الجزء الخاص بنطق الحروف اللي بنتعلمه واحنا بنتعلم منهج كونكت مع بعض. تاني كلمة ممكن نقابلها فيها حرف الاتش هي كلمة هاند هاند هاند. طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا اول حرف في كلمة هاند هو حرف الاتش هاند هاند هاند. وكمان في كلمة هاني 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 يعني عسل، وهو كمان بيبدأ بحرف الاتش هاني هاني هاني. ونرجع لكتاب كونكت مرة تانية. طبعا هنا في البيج دي بيقول لنا listen and repeat listen and repeat، استمع ثم كرر. listen يعني استمع، and repeat repeat وكرر، زي ما احنا عملنا من شوية. قلنا ثلاث كلمات بيبدأوا بحرف الاتش، وعايزكم تحفظوهم كويس وتكرروهم تاني مرة. رجعوا الفيديو تاني وكرروا ورايا، اتأكدوا كويس قوي ان انتوا بتعرفوا تقولوا حرف الاتش بشكل سليم، لان ده هو الجزء بتاع الفونكس او الصوتيات الخاص بيونت 1 او الخاص بالوحدة الاولى في منهج الترم ده، منهج كونكت الخاص بالترم ده. هنا في البيج دي بيقول لنا بعد كده color color يعني لون، فالمطلوب منكم هنا يا اصحابي ان انتوا هتلونوا الصور الجميلة دي بالالوان اللي انتوا شايفينها وتخلوها شكلها جميل. واخر حاجة بيزي بي بتقول لنا عليها say hello say hello يعني قل hello، قول اهلا say hello. فالمفروض ان احنا نعمل ايه؟ hello hello hello. وبكده احنا خلصنا البيج دي، وعرفنا كمان يعني ايه بي بي يعني نحلة بي يعني نحلة، وهلو هلو يعني اهلا او مرحبا. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي. زي ما اخدنا من شوية يا اصحابي ان احنا المفروض هنحفظ الثلاث كلمات دول اللي هي hello hello honey honey hand hand. هنحفظ الثلاث كلمات دول وهنقولهم مع بعض كتير علشان نتأكد ان احنا بنعرف ننطقهم بشكل سليم. وهو ده الجزء الخاص بالصفحة دي وبالبيج دي. هنا بيزي بي يا اصحابي بتقول لنا listen استمع، and repeat repeat وكرر زي ما احنا عملنا من شوية. وبتقول لنا كمان look and circle look يعني انظر، and circle وضع دائرة حول h، طبعا حرف ال h. فاحنا شايفين فين حرف ال h هنا يا اصحابي؟ شاطرين، هو ده حرف ال H، حتى هو in red color أو بلونه لون أحمر، فاحنا شايفينه وهنعمل حواليه circle أو حواليه دايرة علشان نحدد إن احنا عرفنا إن ده حرف ال H. تالت حاجة هنعمل repeat مرة تانية وهنقول hello 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 honey 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 hand hand hand. وكده نكون خلصنا البيج دي وعرفنا ازاي الساوند او الصوت الخاص بحرف الاتش. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. واخر بيج هناخدها النهارده في درس النهارده هي البيج بتاعت الرايتنج والهاند رايتنج. في كل يونت يا اصحابي بنتعلم كتابة الحرف اللي احنا بنتعلم الصوت بتاعه او الفونكس بتاعه او الساوند بتاعه. زي ما اتعلمنا في اليونت دي ازاي بننطق حرف الاتش، هنتعلم كمان ازاي بنكتبها، نكتب حرف الاتش بشكل صحيح. وزي ما احنا شايفين قدامنا هي دي الطريقة اللي احنا بنكتب بيها حرف الاتش. عايزكم تركزوا فيها كويس، وقفوا الفيديو وحاولوا تجربوا ان انتوا تكتبوا حرف الاتش
في الكشكول بتاعكو او في الكراس بتاعكو بشكل سليم، شغلوا الفيديو تاني، اتأكدوا ان انتوا كتبتوها صح ولا لأ، وقعدوا جربوا لحد ما تكتبوها بشكل صحيح وشكل سليم. وهو كمان هنا مورينا في الكتاب ان احنا بنتحرك من فوق وبعدين ننزل تحت، بعدين نمشي كده، بعدين نمشي كده، فبالتالي بنكون كتبنا حرف ال H. وانا مدينا كلمة hand، hand او يد. حرف ال H هنا فيها عبارة عن dots او نقط المفروض هنمشي عليها بعد ما نكون اتدربنا كويس على كتابة حرف ال H علشان نقدر نكتب هنا حرف ال H بشكل سليم. ومدينا كمان كلمة honey، honey او عسل، وهنعمل نفس العملية، هنكتب هنا حرف ال H ونمشي على الدوتس دي بالبنسل بتاعنا ونكتبها بشكل سليم. واخر حاجة كلمة hello، hello او اهلا، هنكتب هنا برضو حرف ال H بشكل سليم بعد ما نمشي على الدوتس بالبنسل بتاعنا او بالقلم الرصاص بتاعنا. وهنا بيزي بي بتقول لنا trace and copy، trace يعني تتبع بقلمك الرصاص، and و copy، copy انسخ، اكتب واكتب كذا مرة، اكتب كذا نسخة. وهنا بتقول لنا كمان look and say، وانت بتكتب ما تنساش تقول hand، 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 honey، 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 hello، hello، hello. وبكده نكون انهينا درس النهاردة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم. لو استفدت من الدرس اعمل لايك وورينا ان انت استفدت، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. خليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب اللينكس بتاعتهم في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.